ها شوفت عينك، هذا الشارع صار له يمكن فوق الشهر، اكثر من شهر عايفين ودق على المايات، دق على الخيسه. شوف هذه السياره الطخ 100% طخ، دق عليها ماكو هيك شيء. هاي وضعيتها يعني من زمان هذه، ولا حد جاها دح بلطوا هذا الشارع عافوه عن النص. انت بس روح لغادي شوف شاكو غادي، كارثه والله العظيم. وهذا شارع البلوف وهذا شارع الاخ خيسه محشومه سامع، روح شوف صيانه الى هنا. راحت المنطقه تدمر الدمار على اساس ده يبلطوه وعافوه عن النص، كملوا البواري وعافوه عن النص ومشوا. والله محتاجين تبليط عندك على الشوارع، داك صار له يمكن شهر ثلاثه حفروه وعافوه، والله اكثرها شيء كلها يعني ما بيها كلها تعبان الشوارع. بالنسبه للبلديه زينه يعني ما موجوده البلديه وجاعت تنظف، بس الشوارع مالها تعبانه حيل يعني. هذا مين حفره من يوم المستوصف صار له تقريبا شهر هيك اكثر، وعافوه حفروه وعافوه. محتاج تبليط هذا بحته، ما تشوف الصيانات والمايات هذه يعني، ما تشوفونه يعني شلون الخيسه هذه بهالحي هذا ودحت الطلاب هذه ايش حالها؟ احنا ايش حالنا على الرايح والجاي، اللي عنده شغله اللي عنده وظيفه اللي عنده مدري شنو، اسع سيارات الثرى هذه وين مجفتها؟ هذا اهل المدرسه هنا يدومون، وين مجفتها؟ بالشوارع هنا. يجي العجي يضربها، يجي المدري شنو يضربها، يعني ما الشغله يعني شنو هذه الصيانات؟ دح هذه الصيانات هذه اللي